الحمد لله. أبو أيوب من الجزائر يقول هو مصاب بالوسواس، يتأخر في الطهارة أحيانا لساعة ونصف، وقد يعني تفاجأت لما قال لي ساعة ونصف، لكن هذا مع الموسوسين يعني نسأل الله من عليهم بالشفاء والعافية يكثر. يقول يسأل عن حكم أن يتأخر الشخص أو أن يستسلم لهذه الوساوس إلى هذا التوقيت. أولا الحكم أنه لا حرج عليه، لأنه أصلا الوارد عليه أقوى، الوارد عليه أقوى، لا يتحمله. لكن هذه ليست وسوسة يا أخي، الوسوسة والاحتياط وسبب التدين هذا معروف وينقطع وينتهي، هذا مرض، هذا يسمى فصام. وإذا ما اعترف الإنسان عنده مرض هذا سيبقى فيه إشكال كبير، وإذا ينبغي أن يتعرف عليه ويعرف آثاره من خلال طبيب نفسي متخصص. فإذا قال إن هذه مسألة وسواس قهري يعني متقدم أو متوسط، فللطبيب معه طرق متعددة للعلاج، فلا يتردد في الذهاب. يا أخي بعض الناس يقول أنا مجنون أذهب إلى الطبيب، ما في فرق يا أخي، ما في فرق بين مرض النفس وبين مرض البدن، هي مرض يلحق الإنسان، لا 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 دور له فيه، ليس له فيه دور. وحتى الصرع أخطر شيء الآن، مو معناه أنه مجنون، هذه اختلالات وأشياء كهربائية في المخ تعالج بإذن الله عز وجل وتزول عند بعض الناس، وقد لا تزول عند البعض، مو معناه أن الرجل عنده اختلال عقلي. فمفاهيم الناس عن الصرع وعن الطب النفسي مفاهيم لا زالت صحيح. مغلوطة مع الأسف. صحيح. وأحيانا قد يجب عليه أن يذهب إلى الطبيب. إذا كان ساعة ونصف، معناه لو تصورنا النبي يتوضأ 4 مرات مثلا، 4 مرات سيدخل دورة المياه، كم يطلع عندنا؟ صحيح. يطلع 6 ساعات يوميا، يعني معناها ان ربع اليوم، ربع عمرك سيكون في دورة المياه. أعوذ بالله. هل الله عز وجل يرضى منك ذلك؟ هل الله عز وجل يكلفك بذلك؟ يقول لي في حديث حمله بنت جحش، يا رسول الله انني امرأة استحاض فلا اطهر، قال استثفري، قال هو اكثر من ذلك، يثج ثج شيء عظيم. ومع ذلك امرها بالتحفظ ما استطاعت، وامرها بالصلاة تكون صلاتها مقبولة، وربما تلطخ جسمها وبدنها وتلطخ شيء من ثيابها وربما البقع أيضا، ومع ذلك تصلي وهي قد أصيبت بهذه النجاسات. صحيح. هذا نفس الشيء، السبب هنا في حديث حملة بن دجاحش هو الحرج. هذا الشخص الذي يدخل 10 دقائق فقط في الحمام يعني بعد انتهاء، هذا في حرج عظيم، البول ينقطع في خلال نص دقيقة ودقيقة، ثم يغسل الإنسان الموضع بل أقل من ذلك، فكيف يحتاج إلى 3 و4 دقائق، ثم يحتاج إلى ساعة أيضا؟ هذا معناه سوء ظن بالله عز وجل، أنت تسيء الظن بالله عز وجل أنه يرضى لك أن تجلس في بيت الخبث والخبائث مدة ساعة ونص في كل مرة، يعني 6 ساعات يومية، هذا فيه سوء ظن بالله عز وجل. بادر واذهب، هذا فصام خطير صحيح، ووسواس قهري واضح، فيذهب إلى الطبيب ويأخذ العلاج. ويقول بعض الأطباء أن الأضرار المتعلقة بها بسيطة جدا، جميل، لا تؤثر على الإنسان، نسأل الله عز وجل الشفاء لكل. اللهم آمين. أم قاسم من البحرين تقول، وهذا المعلومة ليس عند المسلمين، عند أي واحد، هو إنسان وسواس قهري في نظرة الناس إليه، يريدون أن يقتلونه، وسواس قهري في الطلاق، وسواس قهري في الغيرة على الزوجة، المسلم وغير المسلم، الناس كلهم يقعون في هذه الأمراض. جميل. فهي لا تخص المسلم لأنه متدين فقط، وإنما هو مرض يوجد عنده مشكلة كبيرة. صحيح. نعم.